صباح الخير، مرحبا بكم معنا على اذاعه انتو بتسمعوا الان ناري عرفات ليا المصريه، انتو بتسمعوا الاذاعه هيت راديو 100% هيت. وتكلمنا النهارده على 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 يعني الفيديو المسجل اللي قامت به الاخت الفنانه يعني والممثله وعارضه الازياء اختي ليلى الحديوي. صباح الخير. صباح الخير مومو، صباح الخير على المستمعين ديال إيت راديو. صباح النور ليلى، كي دايره؟ لاباس بخير. انت من القاهرة؟ مرحبا. فين انتي دابا؟ فين البلاصة دابا؟ حنا في القاهرة. وكنت مع واحد لوباز على ديك لا فيديو. اولا بغيت نقدم واحد الاعتذار عام لكل المغاربة، حيت انايا كنت مشاعله في واحد الوقيته وهذه ردة الفعل ديالي كانت بحال هكايا، هادشي علاش هدرت بحال هكا. دونك كنعتذر لهم اونكور اون فوا، وكنقول لهم انني انايا مغربيه وكنبغي المغرب وما غاديش نبغي نبين شي صوره خايبه على المغرب، حيت انا كنموت على المغرب ديالي والمغرب في دمي. شنو حاجه عصباتك فهاديك؟ شنو عصباتك اللي انا عرفتك؟ انا شوف، انا المهم خليت فيديو شميتك خاطري بلا ما نبقى نهضروا في هذا الشيء. اوكي، حنايا جايين هنايا عندنا جوج ديال الاسباب. السبب الاول هو الهدف ديالنا هنايا غير باش ندعموا السياحه المصريه، كون شفتوا من المصريين كيفاش بعدا كيستقبلونا وكيفاش دايرين بينا وكيفاش فريمون داكشي فريمون طوب. ومالوغوزمون عندهم السياحه ديالهم تاكل الدق، وانا بالعكس انا مستخر بان فكروا في المغاربه اللي يجيو يعاونوهم في هذه القضيه هذه ديال السياحه. يعني احنا هما راه حبابنا وخوتنا، وفي نفس الوقت كنقول بان منين فكروا فينا احنا مغاربه ما فكروش شي حد اخر. فكره زوينه فننا مغاربه داو وجون في فيها. والماكله تما كي دايره؟ المدمس والحمص والمساقعه بصحتك واخا. شربت عدس. حنا اللي قلنا الصباح وكاين بزاف ديال العناوين اللي تقلق لنا الصباح عليك انت، وقلناها في غيبتك الصباح، قلنا لانه هذيك الشيء كتوقع حيت انا عرفتك حسيت بك كنتي مقلقه على شي حاجه. انا كتعرفني مومو كنتعصب دغيا، وسي فري ما تبقايش ديري فيديوهات باش كتعصبي. حيدي ديزاكتيفي الويفي، تبقايش تعصبي، حيدي الويفي، ديزاكتيفي الويفي باش تعصبي. تا تخمي مزيان شويه عليك. خاصنا غير نفهموا بعضياتنا، انا الشيء اللي بغيت نقول خاصنا غير نفهموا بعضياتنا ونطلعوا بعضياتنا. هادشي اللي بغيت نقول للناس، سيتو ما بغيتش نحكي على المشكل. مسامحه ما كاينش المغرب، بالعكس انا يا جو سوي لا بور ايسي دو دوني لو ماكسيموم اون ايماج مزيانه على المغرب، ماشي باش نجي نطيح في المغرب. او كونترير، واخا حنا عارفين هادشي، وحنايا كاملين هنايا تبارك الله اوني 30 بيرسون غير ديال الناس كبار ديال المغرب اللي كوميم يبيزو لا في الفنانين ولا في المغنيين ولا في الصحفيين ولا يعني واحد خصو يعاون الاخر، يدفع الاخر، يفرح بالاخر. هادشي اللي تنقول سي تو سكو جي دي. واخا وكنشكر انا بزاف الناس ديال الاخوان المصريين اللي على الاستقبال فريمون اللي دار، ما خلاو ما داروا بينا وميرسي. وهاد فريمون هادي ما كاين مشكل، حيت البيت ديالو سي العلاقات الثقافيه. واخا هادشي اللي كاين وحيت لي فان والمغاربه ومغربيات الفان ديال اي ممثل ولا اي فنان تنقول انني انكور اون فوا جو ميكسكوز اذا قلقتهم في هذاك الفيديو. واخا صافي ما كاينش مشكل، برافو عليك. ما بغيتش ندوي على المغرب فاش قلت المغاربه كاينين شي وحدين يعني كيبغيو يديروا البلبله. وما ديريش ديك ديال حوتك تخلص الشواري. شوف انا تنقول انا هذيك الهضره كانت فريمون الناس اللي باغيين يديروا البلبله. واخا ما كاين لا البلبله، الناس اللي كيخرجوا هذيك الشيء من السياق ديال يعني حنايا كنهضروا على حاجه وما تيخرجوا يخرجوا الهضره كيكبروا الموضوع. صافي ما كاين والو. انت راجعين انت راجعين قلت انا في هاشتاج ديالي فيسبوك كلنا عرب. هادشي اللي كاين. المهم انت راجعين انت راجعين السبت ان شاء الله. هاد السبت هذا واخا غادي تبو انا جيب لي معاك هذاك اسمي عمري بندقو ديال سميتو الفول المدمس. لا ما تقدرش تجيب لي الفول المدمس بعيد. الفول المدمس انا حاجيب لك الجمبري. لا ماشي جمبري شنو الجمبري هذا؟ شنو هذا الشوا ديالهم هذا؟ جمبري والكرافيت. والكرافيت شبيتو انا بغيت شي شيشه حطي ديكور في الدار. وين في صحاب راسك؟ انا جوست جو فو انكور دوني ان ديرني ميساج ا مي فان كنبغيهم بزاف ويسمحوا لي انكور اون فوا وخاصة نكون يد وحده. واخا صافي ما هاني ما كاين مشكل. ميرسي وسمحوا لي. بلاتي لا ميش بغيتي انت من مصر جيبنا مصر احسن. احنا دافعين عليك الصباح وهذاك وعيطنا لك. لا بغيتو يجيو ان شاء الله كاملين بخير وعلى خير. بغات والو لا ميا؟ شوفي جيو بخير على خير، سمع على كاع الجروب اللي معاك واخا تري فاسك ليلى.